مساء الخير يا عايدة. عايدة مالك؟ راح 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 فين؟ هو ايه اللي راح؟ خدوه الحرامية؟ يعني حصلت عملية سرقة؟ ايه اللي اتسرق يا عايدة؟ اتخطف. سبحان الله ولا إله إلا الله. رواقي رواقي يا عايدة، أي حاجة في داك. خطفوا ايه، الحلقة ولا كيس الفلوس ولا ايه؟ حلقة ايه وكيس فلوس ايه اللي اتخطف عزت يا محسن؟ الحرامية يخطفوا عزت يعملوا بيه ايه؟ طب ما سابوش جواب، قالوا عايزين فدية قد ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طول عمرنا نعرف ان الحرامية بتسرق فلوس، أدوات منزلية، منقولات، لكن تسرق بني آدمين؟ مش الحرامية اللي خطفوه، قصدك اللصوص مش كده؟ هما اللصوص مش هما الحرامية. ايوه. يبقى مش هما اللي خدوه، امال مين يا عايده؟ البوليس يا محسن. يا حرقة قلبي عليك يا عزت. يعني مقبوض عليه؟ ترى انت عملت ايه يا عزت؟ بوليس ايه بالظبط عشان اقدر اتصرف؟ هو ايه اللي بوليس ايه؟ هو البوليس انواع كمان؟ ايوه، في شرطة المرافق، شرطة الآداب، شرطة السرقات، شرطة المهربات وخلافه. لو عرفنا نوع الشرطة نعرف نوع الجريمة، قصدي نوع التهمة. هم كانوا لابسين أبيض في أبيض بس ما عرفش. تعرفيش ايه؟ ترى انت عملت ايه يا عزت؟ ويا ترى انت فين دلوقت؟ بس عرفت مكانه. مذكور يا فندم. شكرا يا فندم. انا كنت عاوز ولا كلمه. اوامر سعادتك يا فندم. مع الشكر، اتفضل انت. على العموم انا فتشته كويس وهو خالي من الاسلحه والالات الحاده. شكر جدا، مع السلامه. عزت سامحني. عزت انا همضي مذكرة بصرف مكافأة تشجيعية ليك، وكمان هتصرف كافة البدلات الانتقال والسفر والسهر والصحة. مبسوط يا عزت؟ يا فندم ساعتك بعت جبني في عز الليل وبوليس النجدة يا فندم، وانا بهدوم النوم، واهل الحي كلهم اتفرجوا عليا، ومراتي منكوبة عليا في البيت يا فندم. وبعدين يا فندم اجي الاقي كل المفاجآت اللطيفة دي يا فندم. ما كانش قدامي طريقة غير دي. اصلك ما تعرفش ايه اللي حصل لي. اقعد يا عزة بقى. انا اوصل البيت راكب بسكليتة. ادخل. مساء الخير يا فندم. اهلا، جاي ليه تاني؟ اوعى يكون زباين التخشيب وحشوك. وهو انا اقدر استغنى عنهم؟ سيادة المقدم وشك كله عفو وسماح، هو عمل كده عشان ينقذني، لكن قلبه طيب وهدفه كان مصلحتي. انت تقصد مين يا استاذ محسن؟ عزت جوز اختي. هو يبقى جوز اختك؟ اولا يا فندم هو ما عملش حاجه غلط، هو فعلا شغال مع سعادة أبو العلا شاهين، وبحكم عمله فهو من أقرب الناس إليه. كونه أنه زودها شوية ورسم نفسه حبتين، المسألة ما توصلش إن سعادتك تؤمر بالقبض عليه. الأول يا أستاذ محسن، عايز أعرف الأستاذ عزت جوز أختك عمله إيه بالظبط؟ هو السائق الشخصي لسعادة أبو العلا شاهين. سواق؟ مهنة شريفة.
والنفخة الكذابة والهيصة والأوامر والتليفونات ويا عسكري بص على العربية وسواق. بس قلب أبيض زي الشمعة يا فندم، وهدفه كان مصلحتي. يقوم ينتحل شخصية غير شخصيته؟ دي جريمة. قانونا ده غير ثابت، لأنه ما قالش هو بيشتغل إيه. مش لازم يقول، سلوكه تصرفاته كانت بتقول إنه شخصية كبيرة مش سواق. الله، هو قليل في طابه، ده حتى هو كده في البيت. لكن قلب أبيض يا فندم، ما كانش في داعي إن سعادتك تؤمر بالقبض عليه. وإمتى اتقبض عليه؟ من ساعة. ومين اللي قبض عليه؟ بوليس النجدة. خلي قلب سعادتك أبيض يا فندم، أنت الكبير برضه. عزت ما يستحملش التخشيبة واللي بيحصل جوه التخشيبة. حاضر حاضر. ألو، اديني بوليس النجدة بسرعة. يا ترى مين؟ عزت، الحمد لله السلامة يا عزت. الله يسلمك يا عايدة. حقا لو بوليس النجدة يقبض على عباد الله ويحصل لهم اللي حصل لي كانت القشة بقت معدن. ايه اللي حصل لك اخوي؟ اسكتي. علاوات ومكافآت وبدلات وامتيازات. كل اللي حصل ده ببوليس النجدة، وانا اللي كنت حزينة عليك ونازلة نواح. اصل يا ستي سعادة البيه رضي عليا ورجعني تاني. بعتني جابني بوليس النجدة عشان ما كانش عارف عنوان البيت. مسكين يا محسن. محسن؟ ماله محسن؟ اول يا اخويا ما عرف بالخبر المشؤوم نزل جاري على مديرية الامن عشان يعرف ايه الحكاية. الله، بنطلون وقميص، خلينا نلحقه بسرعة. يعني انتوا خدتوه لغاية منزل سعادة ابو العيلة بيه شاهين بناء على امر سعادته؟ ايوه. ايه بعد كده سعادته طلبكوا تاني ووصلتوه لبيته؟ يعني رجع بالسلامة. شكرا شكرا. خليك مستريح شوية. شاويش عنتر افندم، عايز 4 من احسن الرجالة اللي عندك. مخبرين ولا عساكر يا افندم؟ 2 مخبرين و2 عساكر، وانت هتكون معاهم. عندكم مأمورية مستعجلة، هتقبضوا على متهم خطر. هو فين؟ هو مين يا فندم؟ هو في غيره؟ الأستاذ محسن العصافير. موجود يا فندم. اوعى يكون متحجز عندكم ولا حاجة. خلي بالك ان انا كنت المرة اللي فاتت صبور وحليم جدا. كتر خيرك. ايوه لازم تشوف شغلكم كويس. انا بحذركم انكم تشوفوا شغلكم كويس قوي. هو فين الولد محسن؟ موجود يا فندم، اتفضل. يلا يا محسن. ايه يا محسن، ايه اللي جابك هنا تاني؟ انا عايز افهم، في حد يطيق يقعد هنا ثانيه واحده؟ يلا يلا. لحظه واحده من فضلك. ايه في حاجه؟ ساعتك هتشرف شويه. انا بمناسبه ايه؟ احنا نحب نشوف شغلنا كويس. شويش عنتر، افتح التخشيبه يا عنتر وخد البيه خليه يشرف. بقى سيادتك بتترسم عليا وعامل لي شخصيه هامه. وعيدك، انا عايز افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. فهموني، انا بحذرك بحذرك من مغبه التصريف اللي بتتصرفوا معايا ده. اخش انا التخشيبه بمناسبه ايه؟ كل حاجه هنا عندنا ليها مناسبه. اتفضل شرف. الله، اوعى ايدك ما تزعليش كده معايا. اوعى سيبني. الله، اوعى. ايه ده؟ هو ما كانش لسه شرف قبل كده؟ اسكت انت، مالكش دعوه. لاحسن قسما بالله العظيم اخليك تشرف معاه. عايدة عايدة. ايه في ايه؟ كارثه يا عايدة يا اختي، دول باين عليهم نويل وعلانيه مش كويسه، دخلوا التخشيبه. جرايم يا محسن، مش كفايه الخضه الاولانيه؟ فين عزك؟ بقول لك التخشيبه. تخشيبه ايه؟ اذا كان سعاده البيه بعت له عشان يصالحوه ويسترضيه. ايه؟
وبعدين؟ وبعدين رجع البيت معزز مكرم في عربية بوليس النجدة. طب ده حتى حضرة الضابط موصله لحد الباب، ولو اقول لك قعد يتأسف له قد ايه ويعتذر له قد ايه مش هتصدقني. ايوه ايوه وبعدين؟ وبعدين لما عرف انك رحت مديرية الامن عشان تدور عليه خرج وراك عشان يرجع بيك. يبقى انا اللي وديته في داهي، انا اللي دخلته التخشيبه. عايده ايه؟ عزت جوزك في نفس التخشيبه اللي انا كنت فيها. سبتي؟ لازم نتصرف. يا اهلا وسهلا، انت منور. كتر خيرك. تعرف ان حظنا جميل ومسعدين بيك. تشكر يا حبيبي. رنجة. موريا قمر. شوف بقى يا حبيبي، ما اقول لك انت هو. تقول لي رنجة، تقول لي سردينة، تقول لي بساري، انا باكلش من الكلام ده. الزبون اللي فات اللي كان هنا كان عظمة طرية وانا كنت خايف عليه، لكن انا بقى يا حبيبي انت هو. لا انا عظمة جامدة قوي. رنجة. نعم. الحيطة جنبك ايه يا حبيبي؟ دب دماغك في الحيطة زي ما انت عاوز لما تكسرها وتدشدشها 100,000 حتة. انا قاعد معاكم المدة اللي انتوا عاوزينها واي وقت تطلبوه، لكن مليم هدفعه افتح الله. امال فين سعاده البيت؟ الراجل كان نايم لسه ما يصحى ويلبس هدومه والمسائل دي. طيب قول لي يا محسن، هو البيه ده بيبقى له خلقه تانيه ولا بيبقى زينا كده؟ هو زينا بالظبط. بس ايه بقى، القبها بتبقى على وشهم باينه. على وشهم باينه؟ مكتوبه ولا مرسومه؟ معقوله يا عايده؟ راجل محترم هيكتب على قرطه انا راجل قبها؟ هو بيبقى حاسس بنفسه. فهمت، يعني بيبقى منفوخ ومنفوش. ايوه بالظبط. اسمعي انت، تعرفي اصول الاتيكيت؟ الايه يا اخويا؟ ايه التيكيتيك ده؟ تيكيت يعني ازاي تقابل الناس. ايوه، لما انا بقابل ناس كتير اول ما اقابل واحده ست اقول لها ازيك يا حبيبتي وازاي ولادك حلوين يا اختي، تقول لي الحمد لله. ولو قابلت راجل لابس افندي اقول له ازيك يا استاذ وازاي المدام والعيال حلوين. بس الكلام ده هناك في الحاره، لكن مقابله الناس المهمه دي حاجه تانية خالص. شوفي اول ما سعاده البيه يدخل علينا تفضلي قاعده مكانك، ما قومش من على الكرسي. لا تفضلي قاعده. ما عبروش بقى. سيدي انت بتعملي ليه؟ تفضحينا كده؟ طيب اقعدي زيك، نزلك ليك. تعبروش ايه؟ انت تسلمي عليه بطراطيف صوابعك. ايه؟ وتبتسمي ابتسامه خفيفه. يا دوب سنانك تبان. سنان تبان. يا دوب. ويصوروني بقى ويعملوا اعلان لمعجون السنان. مش معقوله. خليكي معايا عايده بقى عشان افهمك. تروح قايله له اهلا سعاده البيه. اهلا سعاده البيه. هو ده التيكيتك بقى؟ اسمه الاتيكيت. طب خلاص عرفته، انده بقى لسعاده البيه قبل ما انسى التيكيتك ده. استني بس اسمعي، ولو قدموا لنا حاجه تتشرب يا دوب انت تاخدي رشفه واحده. رشفه؟ ايوه رشفه واحده. يعني ايه الرشفه دي؟ يعني شفطه. رشفه بس بحنيه. زي دي بس بحنيه؟ رشفه؟ طب والرشفه دي تشبع؟ لا يا اخوي انا مش هاخدش رشفه، انا مش عايزه منهم حاجه. الراجل اللي دخل التخشيبه يا فندم محجوز ليه وتهمته ايه؟ ملوش تهمه يا عنتر. امال محجوز ليه؟ جاء هنا ليله امبارح ونافخ نفسه وعامل مسؤول كبير لدرجه انه بلفني شخصيا. يبقى انا فهمت يا سياده المقدم، التهمه بتاعته جاهزه وموجوده. اشتباه احد المخبرين السريين، التقى به في الشارع وهو يسير في وضع مريب، وبسؤاله عن بطاقته الشخصية أو العائلية اتضح أنه بدون،
وعليه تم اقتياده. هايل يا عنتر. ما تشربي. ما انا خدت الرشفه بتاعت التيكيتيك خلاص. لا رشفه الاتيكيت اكبر شويه كمان رشفه. اصل العصير ده طعمه حلو قوي، الود ود قبل رقب الكوبايه كلها، بس خايفه لا بوظ التيكيتيك. لا مسموح لك باتنين سنتي كمان. هو المدعوء ده كمان بالسنتي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. عايده اختي حرم الباشمهندس عزت. اهلا وسهلا. فرصه سعيده. فرصه سعيده يا مدام. فعلا وراء كل سواق عظيم امراه. اهلا وسهلا يا سعاده البيه. كويس. الله يسكت. اهلا وسهلا. اهلا. خير؟ في حاجه يا استاذ محسن؟ لا حاجه بسيطه يا فندم. عزت اتقبض عليه. ليه وعشان ايه وبسبب ايه ومين اللي قبض عليه؟ المقدم رشد السبع بمديريه الامن. لازم ما يعرفش انه بيشتغل معايا. الو مديريه الامن، في عندكم مقدم اسمه رشد السبع؟ وصلني بيه. مالكش دعوه، وصلني بيه بسرعه. محسن خليه يرفده. اسكت. انت المقدم رشدي السبع؟ ازاي تقبض على السواق بتاعي عزه المشد؟ انا ابو العلا شاهين. بالذمه ايه بقى انت ابو العلا شاهين؟ تعرف لو وقعت في ايدي هعمل فيك ايه؟ معاه وعلى البرش. وطي صوتك، ده انتحال لشخصية كبيرة وأنا هعرف إزاي أربيك. أنت متحمل مسؤولية كلامك ده؟ أنت بتكلم أبو العلا شاهين شخصياً. هما الكبار لعبة في إيديكوا يا ناس يا هفأ. بالذمة ده صوت أبو العلا شاهين يا مدعي أفاق. أنا لازم أعرف النمرة اللي بتتكلم منها وأخرب بيتك. ألو؟ ألو؟ اتفضلوا، أنا هروح معاكم بنفسي. الظاهر ان المقدم ده راسه ناشفه شويه. سعاده البيه. نعم. هو حضرتك هتيجي معانا مديريه الامن؟ ايوه. مش بتقولوا عزه هناك؟ هو هناك، بس مين اللي هيسوق العربيه لحضرتك؟ انا. اصلي هروح بعربيتي الخاصه، حكيم انا ما احبش استعمل عربيه الدوله في مشاوير الخصوصيه. ده عنده عربيتين. لكن لا مؤاخذة يعني، انتوا مشرفين هنا بقى بتهمة ايه؟ في بقى اللي بتهمة وفي اللي من غير. طب اللي من غير تهمة يشرف هنا بمناسبة ايه؟ الله، هو هنا ماله؟ وحش؟ على الأقل بنتعرف بناس حلوين زي حضرتك. طب ما هو بره يا حبيبي برضه في ناس حلوين، ولا انتوا خلاص خدتوا على الأكل والمرعى من قلة صنعة ورامي جيتاتكوا على الناس؟ أو كله برضه أكل عيش يا أستاذ. اتفضل يا عزت بيه. لا حبيبي أنا مبسوط ومستريح هنا على العالم. ربنا يخليك، اتفضل معايا. الله، غيرت النغمة ليه؟ ومال وشك مخطوف كده ليه؟ سيادة أبو العلا شاهين في المكتب عند سيادة المقدم. أبو العلا بيه؟ لا أوضب نفسي قبل ما أروح له. سيادتك لازم تعذرني يا فندم، أصلها مسألة مستحيلة إن شخصية كبيرة زي سعادتك تتصل بيا مباشرة. صحيح ده شرف ليا، لكن جرى العرف ان الكبار يكلموا الكبار حسب المستوى، علشان كده ما كنتش متصور. ليه؟ انا راجل ديمقراطي حر وممكن اكلم اي حد مهما كانت رتبته، ان شاء الله حتى يكون عسكري. انا اسف يا فندم. ثم ليه ردك على التليفون ما يكونش رد لطيف، سواء اللي بيكلمك وزير او غفير؟ اسف يا فندم. محسن خليه يرفده. لا ده صعب قوي يا عايده. طب خليه ينقله الصحراء. هقول عايده. طب سعاده البيه شخصيا، شفت سعادتك عملوا معايا ايه يا فندم؟ انا عاوز سعادتك بس تسال سعادته يا فندم، انا محجوز هنا ليه؟
ايوه عزت محجوز هنا ليه؟ اشتباه يا فندم، احد المخبرين السريين وجدوا ياسير بخطوات مريبة في الشارع، وبسؤالي عن البطاقة اتضح انه بدون، فاصطحبه الى هنا. انه بدون؟ الله، امال دي يا فندم بتعمل ايه بس؟ يا خبر ابيض، انا بقى مش مصدقه الامل اللي انا تعرضت لها دي. بيه من المسؤولين اسلم عليه وانا قاعده ما اتحركش من مطرحي، ومقدم بدبش الضبابير كده على كتافه يقول لي ايه اللي حصل بس يا هانم؟ وانا في التخشيبه قاعد معاه رزه ورنجه وبتنجانه وشلاطيمه. انا بس عاوز اعرف الراجل المقدم الوجه السبع ده كان حاطط نقله من نقلي ليه؟ ده اول ما شافني راح زقني جوه التخشيبه زق. بعد اذنكم تصبحوا على خير. انت من لا هتنام بدري كده يا محسن؟ لا انام ايه؟ ده المجله داخله المطبعه بكره، لازم اخلص الموضوع بتاعي. انا سهران لغايه لما شطب. ايوه يا سيدي، من طلب العلا سهر الليالي. هاي مثير مدهش. محسن يا ابني انا شايف فيك شبابي. محسن انت هتبقى يا ابني علامه مميزه في عالم الصحافه. التحقيق اللي انت عامله ده يا ابني هيكون سبب ازدهار المجله. محسن انا مش هكمل مراجعه، ده عم بقى طوالي للنشر ويكون موضوع الغلاف. ايوه يا سامي، في حاجه؟ هو موضوع بسيط يا فندم، بس انا شايف ان من واجبي ان ابلغ سعادتك بيه. انت شكلك كده زعلان. فعلا يا فندم، لان في ناس زي القطط ما بتعضش الا الايدين اللي بتوكلها. ايه الحكايه يا سامي؟ بتتكلم بالالغاز كده ليه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ ده عندي هنا، ومين اللي كاتب؟ محسن العصافيري، مجلة الصفعة. ده مش معقول ابدا، ده موضوع لا يمكن السكوت عليه ابدا. الحكاية دي هيتقدم فيها استجواب، والتحقيق هيقلب علينا المواجع القديمة كلها. مجلة الصفعة. سامي. ايوه يا فندم. اطلب لي رئيس تحرير الصفعة على التليفون حالا. حاضر. الو، مين؟ سعادة ابو العيلة شاهين شخصيا؟ ده شرف كبير جدا انه يكلمنا. انا اهلا يا فندم. يا سيد باهر، انت ناسي ان المجلة بتاعتك عايشة على الإعلانات بتاعتنا؟ إحنا كل أسبوع وفي كل عدد بننشر عندك عزا وتهاني وإعلانات وخلافه. أنت أسبوعياً بتاخد شيك من هنا بألف جنيه، تقوم تفتري على النعمة وتعمل تحقيق صحفي عن الأرشيف عندنا وتهلهلنا؟ أيوة، التعابين تحمي الروتين في الدواوين. اسمه محسن العصافيري. يا فندم انا ما اعرفش ان الارشيف ده تبع سعادتك، ده تقصير مني. اللي راجع التحقيق ده نائب رئيس التحرير مش انا، ومع كل يا فندم اللي تؤمر بيه سعادتك مستعد انفذه. الولد المحرر محسن العصافيري يترفد فورا. Thank you.